يساع شخص واحد والضيوف ممنوع الطبع فيها انعزالي الطبع فيها انعزالي والزعل مرفوع بيتها يساع شخص واحد والضيوف ممنوع الطبع فيها انعزالي الطبع فيها انعزالي والزعل مرفوع تطل من بيتها تلقى الدنيا بالألوان تطل من بيتها تلقى الدنيا بالألوان وجوه اسود في اسود وجوه اسود في اسود كل نور مقطوع كل نور مقطوع. الطفل سامح رؤوف يا فندم. مش ممكن انت طفل عندنا هنا في الحضانه؟ ايوه قبله في كيجي 2. في عدل يا ولد. المهم انت مشترك في مسابقه اغاني الاطفال العالميه؟ ايوه قبله. برافو مبروك يا حبيبي، الاغنيه كسبت خدت الجائزه الاولى. الجائزه الاولى؟ وهتسافر اوروبا مع وفد من اطفال العالم. ولي يا ولد ولي يا ولد. في عدل يا ولد، خد الجواب ده وصله لقبله حنيفه، هتخلص لك كل اجراءات السفر. يلا اروح لوحدي؟ يلا ما تنساش الشحطه اهو. ولي يا ولد ولي يا ولد. انا حنيفه. لا مش جايه النهارده، انا عايزه انام. يوه ما قلت ليش ليه؟ طيب انا جاي، بس بقول لك ايه، انا ما بحبش السربعه. اوامرك يا مدام حنيفه. حاضر ان شاء الله، مع السلامه. اتفضل يا حبيبي اقعد. واقف ليه؟ قبل زمان جاي على طول. قبل حنيفة ما ينفعش حضرتك تعمل الحاجات دي كلها. لا يا حبيبي لازم هي طبعا. مش لازم قبل حنيفة يعني. لا قبل حنيفة هنا، هو ده بيتها جنب المكتب على طول. بس الجواب لو سمحت. الجواب ايه يا حبيبي؟ بتاعي اللي انت عايز بيه. اللي هو انهي يا حبيبي؟ عايزه يعني ما هي قبل حنيفة هنا اهو. الجواب بس لو سمحت. خد يا حبيبي خد. قبل حنيفة بقى بيتها جنب الناصية هنا اهو على نص الشارع. يا جاي اهو. الو يو تاني. ايوه انا جاي اهو. انتوا متسربعين على ايه بس؟ يعني اقطع نفسي؟ ما قلت ليش ليه؟ طيب اتمنى يا حبيبي اتمنى. قبل حنيفة زمانة جاية دلوقتي على طول. ايوه ما فيهاش حاجة يعني لما تستعجلها تاني. ما انا لسه مكلمها يا حبيبي، استعجلها تاني؟ يوه ما فيهاش حاجة لما تستعجلها تاني. اجري اجري اجري. الو ايوه يا عبد الرحيم انت تاني. يا مدام حنيفه الطفل الامور الجميل اللطيف اللطيف الامور اللي قاعد جنبي ده حمد. اه والله العظيم. ايه يا فندم، حضرتك الوحيده اللي تقدري تعملي له اجراءات السفر. انا جايه اهو، انا بقفل الباب. انا قفلت الباب خلاص، مش عايز يتقفل. انا جايه اهو. مع السلامه. اطمئن يا حبيبي، انت حنيفه نزلت من باب شقتها وجايه دلوقتي على طول. ها ايوه بس مفيش حاجه يعني لو اتصلت بيها تاني. حنيفة حنيفة ارحمي ماما، حنيفة حنيفة ارحمي ماما. تمشي تا 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 على مهلكي، عادي ده نظامك انت واهلكي. تمشي تا 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 على مهلكي، عادي ده نظامك انت واهلكي. حنيفة حنيفة ارحمي ماما، حنيفة حنيفة ارحمي ماما. يا
ده خالص. أنا نفسي أخلص عليه دي مملة. حاجة تنجد الفيل وحياة مامي كنت أعجب وكمان إجرامي. حاجة تنجد الفيل وحياة مامي كنت أعجب وكمان إجرامي. راح أبطل غنى وأبقى حرامي أو شحات كده في الحسين. يا حنيفة يا حنيفة ارحمي أمه. حنيفة يا حنيفة ارحمي أمه. انت يا نيلة نعم سيدي. البي موجود كله بيت صندوق باشا الحمد لله. قربت أطلع من هدومي ومن كسلها بيضيع بيضيع يومي. قربت أطلع بقى من هدومي ومن كسلها بيضيع يومي. وعقلي ضرب كابله العمومي والضغط قرب عالمتين. حنيفة يا حنيفة قلتومي يا ماما. حنيفة حنيفة ارحمي ماما. تمشي تاتا تاتا على مهلك عادي ده نظامك انتي واهلك. تمشي تاتا تاتا على مهلك عادي ده نظامك انتي واهلك. انتي يا حنيفة ارحمي ماما. حنيفة حنيفة ارحمي ماما. انا جاية بجري اهو. الحمد لله على السلامة حنيفة يا هانم. انت على طول كده يا عبد الرحيم من وانت صغير مسربعني مسربعني. غلبتينا معاك يا حنيفة هانم. المهم امال فين الطفل؟ انا هخلص له اجراءات الصفا. طفل مين يا حنيفة يا بنتي؟ الكلام ده كان زمان. يوه انت لحقت تعجز. بحلف بيك تي مربوطة بتخليك. بحلف بيك انا بحلف بيك تي مربوطة بتخليك. مخلوق هادي وعاقل حرب سلام مش سائل. مخلوق هادي وعاقل حرب سلام مش سائل. بيت العظم دايما حميد. ايه اللي هي يعني ايه نفس المعنى واسألوا ميكي. أنا بحلف بك أو بحلف بيكي نفس المعنى واسألوا ميكي. ردي علي الله يخليكي قولي براسك مش شبابيك. خطوة رجلك تاتا تاتا ولا فيش هم وغم بتاتا. وتفوت سنة واثنين وتلاتة على نقلة خطوة معاليك. انت مالك يا راجل يا بطيء؟ انا حر بطيء بطيء. ايه البطء ده بس؟ اصلك طول عمرك طول عمرك شايل سنين ظهرك على ظهرك. صبرك بس سما يطول صبرك تغلي بأرنب عامل ديك. هي هي هاهو هي 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 او 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 ها او او. واحد وفق وصلحه واحد براءة وفرحه